والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد بوجودي مع حضراتكم جميعا، وبداية نشعر جميعا بالأسف والأسى لما يحدث في السودان الحبيب، ورحم الله من قتلوا في هذا الصراع الدامي، وشفى الله الجرحى والمصابين، وخفف عن اللاجئين والنازحين ومن يحتاجون للمساعدة الإنسانية في هذا التوقيت الصعب. أنا سأتحدث في نقطتين. النقطة الأولى هي تحديث عام عن الوضع الحالي خارج السودان ومن خرجوا من السودان، ونظرة عامة على الوضع في الداخل، ثم بعض الملاحظات والتوصيات التي أتمنى أن تؤخذ في الاعتبار من قبل الجهات التي ستقوم بالاستجابة الإنسانية داخل وخارج السودان. فاسمحوا لي أعرض برزنتيشن، لكن أيضا مش مسموح لي يا دكتور، فلازم تسمحوا لي من عندكم إني أشير البرزنتيشن. فاطمة، طيب، إلى أن يسمح لي بذلك، يعني الوضع في السودان قبل تم السماح لك أستاذ خالد، تم آسف. السماح. طيب، أشكرك. هل ترون البرزنتيشن موجود؟ نعم. نعم. أنا اللي مش شايفكم الآن، يعني لحظات، معلش. أوكي، طيب، أنا أتمنى إن هي البرزنتيشن تكون واضحة. الوضع داخل السودان قبل الأحداث، السودان كانت من أكبر الدول الإفريقية المستضيفة للاجئين. كان في داخل السودان 1,100,000 من اللاجئين من جنسيات مختلفة، معظمهم من جنوب السودان، ولكن يوجد جنسيات أخرى من إريتريا ومن جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها من الدول الإفريقية. بالإضافة إلى هذا العدد من اللاجئين داخل الصومال، كان يوجد أيضا 3,700,000 من اللاجئين النازحين داخليا، من السودانيين الموجودين داخل السودان ولكن نازحين في أماكن غير أماكنها. لو نظرنا على الحركة الآن، من خرجوا بالفعل حتى أيام قليلة، حتى يومين مضوا، كانوا باتجاه جنوب السودان 33,000 اللي وصلوا بالفعل في جنوب السودان. أعتقد الرقم الآن قد يزيد عن 37,000 38,000. الرقم المخطط إليه أو المتوقع وصوله إلى جنوب السودان هو 240,000، وهذا هو الرقم التخطيطي من قبل الأمم المتحدة. حوالي 45,000 من السودان، من السودانيين، متوقع ذهابهم إلى جنوب السودان، ومتوقع أيضا 15,000 من جنسيات أخرى قد يتوجهوا إلى جنوب السودان، و180,000 من الجنوب السودانيين الذين سيعودوا إلى جنوب السودان. المطلوب حتى الآن من قبل الأمم المتحدة، وهذا رقم مبدئي سيتم تحديثه خلال الأيام القادمة، حوالي 96 مليون لجنوب السودان فقط، منهم 44 مليون متطلبات اللاجئين والمفوضين. لو تحدثنا عن إثيوبيا، من وصلوا العدد أقل شوية من جنوب السودان، حوالي 11,000 دخلوا إلى إثيوبيا من السودان. الرقم المخطط إليه
أو المستهدف التخطيط ليه حوالي 85 ألف، منهم 40 ألف من السودان و30 ألف من جنسيات أخرى و15 ألف من العائدين، من الإثيوبيين العائدين. فالعدد المتوقع من السودانيين إن هو يذهب إلى إثيوبيا أكبر شوية من العدد المتوقع دخوله جنوب السودان، والمبلغ المطلوب حوالي 67 مليون أيضا كرقم مبدئي. لو نظرنا إلى تشاد حتى الآن العدد زاد عن 40 ألف، يعني الرقم الموجود ده رقم قديم من حوالي 3 4 أيام، ونحن نتحدث الآن الرقم زاد عن 40 ألف، منهم حوالي 22 ألف تم تسجيلهم وتم حصرهم وتسجيل بياناتهم. وفي تشاد المشكلة هي نقل اللاجئين للمخيمات، المخيمات تبعد عن الحدود حوالي 150 كيلومتر، ويتم نقلهم عبر سيارات شحن كبيرة وغير متوفرة، والبترول أيضا غير متوفر، ففي مشكلة كبيرة في الناحية اللوجستية داخل تشاد للمخيمات المختلفة اللي هم عددهم حوالي 24 مخيم داخل الدولة. الرقم المخطط إليه حوالي 105 ألف، منهم 100 ألف من السودان وخمسة من العائدين التشاديين. ألف، وأنا سأتوقف عن العرض الآن لأني هبدأ أتكلم عن الملحوظات العامة. العدد اللي دخل مصر حتى الآن حوالي 62 ألف من السودانيين، يشملوا 3500 4000 من جنسيات أخرى، وهذا بعضهم سيذهب إلى دولهم وبعضه سيظل موجود في مصر. المشكلة الكبرى أيضاً اللي تواجه اللاجئين في مصر بعد الأماكن اللي المفروض إنهم يروحوا ليه. يعني معظم من يصلوا إلى مصر حابين إنهم يروحوا يا إما للقاهرة يا إما الإسكندرية اللي هي التجمعات اللي فيها عائلات سودانية كبيرة، الناس حابة إن هي تروح لعائلاتها وأقاربها، والبلدين بعاد جدا، يعني المسافة من أرقين اللي هي على الحدود بين مصر أو قصدا الحدود ما بين مصر والسودان لغاية اسكندرية مقاربة لل2000 كيلو، مسافة كبيرة جدا جدا. يعني عدد قليل يذهب إلى أسوان، يعني معظم السودانيين بيعيشوا في القاهرة ثم إسكندرية، وعدد قليل جدا في أسوان، والمسافة بعيدة ومكلفة، يعني سواء كان السفر بالقطار أو بالبر أو بالطيران طبعا شبه مستحيل لأنه غالي جدا وغير متوفر، ولازم يروح لأسوان الأول وبعدين ينتقل من هناك. بالنسبة لتشاد ذكرنا المشكلات الكبرى المتعلقة بتوفر الشاحنات نفسها، المخيمات وضعها سيء جدا، عليها ضغط كبير لأن المخيمات كان ينقصها التمويل من فترة طويلة وفيها مشكلات كبيرة، فأصبحت مشكلة مضاعفة. يعني المخيم نفسه كان في حالة سيئة، والآن عليهم قبول آلاف اللاجئين الجدد لا يوجد ليهم مأوى يكفي، ولا يوجد موارد كافية، ولا حتى ربما موظفين يكفوا
للتسجيل وتقديم الرعاية. التوصيات العامة، يعني احنا خلال الفترة الماضية كنت أتحدث مع الكثير من الشركاء في المنطقة ومن الدول الإسلامية. بعض الناس كانوا بيقترحوا مثلا ليه ما نخاطبش الحكومة في مصر ان احنا نعمل مخيم على الحدود. يعني المخيم هو آخر خيار المفروض ان احنا نفكر فيه. المفروض لو عندنا دولة بتسمح او حكومة بتسمح بدخول اللاجئين ما نقترحش عليهم ان هم يعملوا مخيم، لان الوضع الامثل هي ان الناس تدخل البلد وان هم يكون عندهم حرية الحركة، واللي عايز يروح لاقاربه يروح لاقاربه، واللي عايز يشتغل ان هو يتحرك بصورة طبيعية. فارجو من حضراتكم استبعاد فكرة المخيمات او التفكير فيها فقط كحل يائس وبائس لا يوجد غيره، لان الناس بمجرد دخولها في المخيم الوضع بيطول جدا والمشكله بتكبر. وحتى لو يعني بعض الناس، انتم شايفين السوريين عايشين في المخيمات اكثر من 12 سنه، الناس اللي عايشه في داداب عدى عليهم 35 سنه، في ناس عايشه في مخيمات من 40 و50 سنه. فالمخيم فكره غير جيدة، هي ربما تكون أسهل للمستجيب ولكنها ليست أسهل للمتأثر. يعني طبعا أسهل للجهة المستجيبة إن هو يلم الناس كلها في مكان واحد ويساعدهم مرة واحدة، لكن لو أنت الناس انتشرت في البلد وأصبح عندك urban refugees كما نسميهم، التقديم الخدمة صعب لكنه فيه كرامة أفضل وفيه حفاظ على مصالح اللاجئين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب أن ننظر في عملية المساعدات النقدية. أنا أعرف أن المساعدات النقدية ليست محبذة من قبل الكثير من المؤسسات، لكنها في الوضع الحالي لو نظرت إليها هي أفضل طريقة للمساعدة في الكثير من الدول. يعني اللاجئين السودانيين اللي دخلوا مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل ارتفاع الأسعار وعدم توفر الخدمة، أفضل شيء إنك ممكن تقدمه له لو هو رايح يعيش طبيعي في مدينة ما، إنك تدي له كاش، والكاش هو بيسمح له إنه يحدد الاحتياجات الخاصة به، ربما يؤجر مكان، ربما يشارك في الإنفاق مع أقاربه، ربما يصرف على الرعاية الصحية وما إلى ذلك. فيستحب أن ننظر في موضوع الكاش حتى نتجنب أيضا عملية النيجاتيف كوبينج ميكانيزمز، أو احنا بنسميها آليات التكيف السلبي، إن الناس تلجأ مثلا لإخراج أطفالهم من المدارس، لتزويج بناتهم بدري جدا علشان يتخلصوا من التكاليف، للعمل في مجالات غير مسموح بها، لأنه إذا لم يتوفر الكاش بيكون دائما في طرق أخرى لتوفير الاحتياجات. الدول اللي ذهب إليها السودانيين ضعيفة جدا، ما في دولة في الدول اللي ذكرناها ما عندهاش مشكلات، يعني لا تشاد، إفريقيا الوسطى، مصر، إثيوبيا، كلها دول فيها مشكلات اقتصادية. فيجب أيضا أخذ اعتبارات المجتمع المضيف في الحسبان حتى لا نؤدي إلى مشكلات مستقبلية بين اللاجئين والمجتمع المضيف، وهذه نقطة مهمة جدا. نقطة أخيرة أخيرة، جزاكم الله خير، أخيرة أخيرة، هي الضغط على الأسواق المحلية. يعني لكم أن تتخيلوا أن سعر المية المعلبة زاد 20% الأسبوع الماضي في أسوان، لأن الأمم المتحدة والمنظمات اللي حابة تساعد بتشتري من السوق المحلية. فلو إحنا هنعمل استجابة في أي من هذه الدول، يستحب التعامل مع المصانع ومع المصدر مباشرة حتى لا نرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها بالنسبة للجميع وبالنسبة للمجتمع المضيف على وجه الخصوص. شكرا جزيلا دكتور، أنا أتوقف عند هذا القدر. جزاكم الله خير دكتور خالد، يعني إن شاء الله يعني رؤية عامة لخريطة توزيع، نعوذ بالله كلمة لاجئين ما بحبش أن أقولها، على الدول المجاورة اللي هي محتاجة المساعدة.
نشكر الدكتور اخونا الاستاذ خالد خليفه مستشار المفوض السامي وممثل مفوضين لشؤون اللاجئين في منطقه الشرق الاوسط. دكتور الاستاذ بدر السميت المدير العام لهيئه الاسماء العالميه بالكويت، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أخلي كلمتي خفيفة وسريعة حتى أتاح فرصة لجميع المتحدثين. الأخوة الكرام منظمين لهذا الحدث الإنساني حول أبعاد الوضع الإنساني في السودان، الأخوة الزملاء والحضور ممثلي الجهات الرسمية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف وقفة في البداية وندعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهل السودان، أن يفرج عنهم وأن يكتب قتلاهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم ومرضاهم. وفي البداية يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق عمل المنتدى الإنساني وعلى رأس السيد الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى على جهودهم المبذولة بشكل عام في إطار دعم العمل الإنساني وعلى مبادرتهم في الدعوة لهذا التحالف الإنساني من أجل السودان. كما أشكر جميع المشاركين المستجيبين للمبادرة وأسأل الله تعالى لها التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه. سأتجاوز الفقرات المكتوبة لي لتقدير الوضع الإنساني لأن أكتفي بما ورد بورقة المنتدى وبكلمة الأستاذ خالد خليفة وأيضا كلماتكم أكيد يعني لكل سيد بدر في هذا الموضوع، واتجه مباشره الى الهيئه يعني دور الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه. من جانبنا فان الهيئه تتميز بوجود واحد من ابرز مكاتبها الاقليميه المنتشره حول العالم في جمهوريه السودان، حيث يعمل مكتب بالتعاون مع 11 شريكا من المنظمات الوطنيه المسجله والمعتمده لدى مفوضيه العون الانساني، ويتعاون مع شبكه ممتده من الفرق والافراد المتطوعين على المستوى الوطني. وقد قدم مكتبنا في السودان تقديرا مبكرا للموقف ومستجداته، اكد فيه خطوره الموقف الانساني الحالي وتزايد الاحتياجات الانسانيه للنازحين داخليا على وجه الخصوص. كما اشار للاحتياجات والمناطق ذات الاولويه في التدخل الانساني، ويمكن تصنيف التدخلات الممكنه على مستوى الخطوره الى ثلاث مستويات مرتبه من الاعلى الى الادنى. المستوى الاول التدخل الانساني المباشر في مناطق الصراع، وأبرزها ولايات الخرطوم والخرطوم بحري ودارفور. ولا يخفى ما في هذا النوع من التدخل من خطورة عالية، مع حاجته لتنسيق دقيق مع الجهات الرسمية المعنية وإيجاد ممرات آمنة وإعلان هدن يفرض الالتزام بها. المستوى الثاني التدخل الإنساني غير مباشر في المناطق الآمنة، حيث النزوح الداخلي في كل من ولايات نهر النيل والجزيرة والبحر الأحمر، والتي هي بحاجة ماسة وعاجلة إلى توفير لواء والاحتياجات المعيشية اليومية والمستلزمات الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للنازحين. المستوى الثالث التدخل الإنساني غير مباشر من خلال الدول المجاورة لجمهورية السودان، حيث اللجوء إلى دول الحدود. وقد أفاض مشكورا أستاذ خالد خليفة لتقدير هذا الحجم، مثل تشاد ومصر وجنوب السودان وأثيوبيا وغيرها من الدول المرشحة أيضا أن تنضم إلى هذه الدول، ومن المحتمل أن تستقبل لاجئين إذا امتد الصراع أطول من ذلك، حيث أن يعني من المتوقع أن يعاني اللاجئون في تلك البلدان تحديات تتعلق بقدراتهم المعيشية في بيئات غير مألوفة بالنسبة لهم. ولا شك بأن التجارب السابقة للتدخلات الإنسانية في مناطق الصراع قد عكست مخاوف مبررة لدى عديد من المنظمات الإنسانية، وخصوصا من ناحية السلامة والأمن لأطقمها الميدانية وقدرتها على إيصال الدعم الإنساني للفئات المستحقة بشكل كفء وفعال، وللتخفيف من آثار تلك المخاطر المتوقعة في مثل هذا النوع من التدخل. للتخفيف من آثار تلك المخاطر المتوقعة في مثل هذا النوع من التدخل نوصي بما يلي: أولا، التدخل العاجل والجاد من الحكومات والمنظمات الدولية لدى طرفي الصراع في جمهورية السودان من أجل وقف العنف المؤثر على المدنيين وفرض احترام مبادئ العمل الإنساني، وعلى رأسها ضمان وصول المساعدات إلى من هم بحاجة إليها. ثانيا، التنسيق التام مع الجهات الرسمية داخل جمهورية السودان، وخصوصا مع المفوضية الاتحادية للعون الإنساني وفروعها في كل ولاية مطلوب التدخل فيها، وكذلك مع سلطات تلك الولايات بشكل مباشر. ثالثا، التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المعنية،
مع الاستعانة بقوانين العمل الإنساني وممارسة جميع الجهود اللازمة لاستصدار ضمانات ملائمة تسمح بقيام منظمات إنسانية بأدوارها بدون أي تهديد. رابعاً، أن يتم نقل المواد والاحتياجات المقدمة من المنظمات الإنسانية بإشراف مباشر من الجهات الرسمية وبواسطة شركات نقل معتمدة وذات خبرة مناسبة في تأمين النقل في هذه الظروف لضمان وصولها إلى مستحقيها وعدم وقوعها في الأيدي الخاطئة. ختاماً، الهيئة تثمن المبادئ التي يحملها هذا التحالف الإنساني من أجل دعم الوضع الإنساني في السودان. وأريد أتوقف في شيء غير مكتوب لي في مسألة البعد قدر الإمكان من التصنيفات السياسية، كل محترم والكل على رأسنا، لكن في الحقيقة الوضع في غاية الحساسية. أتمنى من القائمين على هذا التجمع أن يراعوا ذلك في اختيار المشاركين واختيار المؤسسات التي تدخل في هذا التحالف. وأقول أن الهيئة تؤكد تعاونها التام مع الشركاء الداعين إلى هذا التحالف ودعوتها لغيرها من المنظمات الإنسانية لسرعة المشاركة في جهوده من أجل وضع خطة أوسع وتغطية وأطول مدى للتدخل الإنساني الشامل في السودان، حيث أن أفق الأزمة للأسف يبدو أفق مظلم وطويل. السيناريوهات السياسية لا تنبئ عن انفراج قريب، لذلك عند وضعنا لأي خطة لتحالف يجب أن تكون تغطيتها واسعة ومداها طويل. تستشرف السيناريوهات هذه السيناريوهات التي توضع أو هذه الخطة إن صحت التسمية تستشرف السيناريوهات الممكنة لذلك التدخل بشكل دقيق وفعال وتحقق الهدف منها هو إنقاذ النفوس وحماية الأرواح وتخفيف آثار هذا الصراع على المدنيين إلى أقصى حد ممكن. سائل الله تعالى التوفيق لنا ولكم في تحقيق هذا الهدف النبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ بدر الصميت، مدير التنفيذي لهيئة خلق الأسماء العالمية. وطبعا الهيئة لها باع لسبقة في السودان مع كبير في كل أفريقيا ودول العالم الأخرى، جزاكم الله خير. ننتقل للمتحدث الثاني اللي هو الأستاذ محمد الغامدي اللي هو نائب المدير العام أو مدير التنفيذي لقطاع الاختيارية. تفضل يا أستاذ محمد. شكرا دكتور هاني، وشكرا جزيلا للمنتدى الإنساني على تحت هذه الفرصة نتحدث اليوم في هذا الموضوع، وأشكرك أيضا شخصيا الجهد الذي بذلت من أجل إقامة هذه الندوة وتجميع الجميع حول هذا الموضوع. اليوم أمر بالغ الصعوبة وخصوصا في جوانبه الإنسانية. اليوم نتكلم على دولة فيها أكثر من 50 مليون شخص، نتكلم عن أوضاع إنسانية تتأزم بشكل كبير ومتطور يوما بعد يوم، نتكلم على صعوبات وتحديات كبيرة جدا تواجه العاملين الإنسانيين في السودان. قطر الخيرية بحكم خبرتها وحكم تواجدها في السودان منذ أكثر من 32 عاما من حيث التواجد الميداني، لدينا مكتب في الخرطوم من 1992، هذا يجعلنا يعني نقرأ أيضا الواقع الميداني بطريقة أيضا أكثر قربا وأكثر التصاقا، بحيث أن بشهادة وكالة الأنباء السودانية مكان قطر الخيرية من أوائل المنظمات أو أول منظمة دولية قدمت مساعدات عاجلة للسودانيين بقرابة 40 طن كانت تشمل الوضع الغذائي والصحي، وكذلك تم بالتعاون مع صندوق التنمية والطيران العسكري إرسال 50 طن من المساعدات الغذائية العاجلة، وسوف بإذن الله نستمر في تقديم مثل هذه المساعدات. ولكن أعتقد أن هناك تحديات كبيرة جدا يجب أيضا أن لا نضعها جنبا عندما نتحدث عن الوضع الإنساني والأزمة الإنسانية التي تمر في التي يمر بها السودان، والتي يجب أن نجد أو نحاول أن نجد لها حلول. على سبيل المثال موضوع إيصال المساعدات، موضوع إيصال المساعدات هو أمر بالغ الصعوبة وبالغ يعني التحديات، لا يوجد آليات، لا يوجد طرق لإيصال المساعدات بشكل آمن إلى داخل السودان، وبذلك هذا يشكل تحدي كبير يجب أن نتحدث عنه.
الممرات الآمنة والوضع الإنساني والوضع الأمني عموما في السودان يشكل خطرا كبيرا وتحديا كبيرا على الجميع، سواء كان المنظمات المحلية السودانية أو المنظمات الدولية العاملة. العمليات تحويل الأموال والبنوك وإيصال الأموال إلى الداخل السوداني، أغلب البنوك أو معظمها أو كلها أوقفت استقبال الأموال ولا تقبل استقبال الأموال بسبب أمور كثيرة، من النهب اللي تتعرض له البنوك أو المخاطر التي يرونها، وبالتالي أوقفت كل عمليات تحويل الأموال للسودان، وهذا يشكل خطرا كبيرا على إيصال المساعدات، سواء كان الشراء من الداخل أو تقديم المساعدات المختلفة للنازحين. وفقدان الحل السياسي القريب، لا يوجد أي أفق لحل سياسي، وبالتالي لا نعرف هذه الأزمة إلى أين سوف تتسع، وما مدى قدرة المنظمات على تقديم هذه المساعدات في ضوء اللي أنا ذكرته. نحن نتكلم على بلد أصلا سابقا كان يعاني من صعوبات كبيرة، واليوم أمام تطور إنساني كبير وخطير. التأثيرات الكبيرة في قطاع الصحة توقف، شبه توقف. اتصلنا نداءات من المستشفيات المتعلقة بغسيل الكلى، لا يوجد مواد غسيل الكلى، وبالتالي توقفت الأجهزة عن العمل، وبالتالي الناس في حالة خطر وفقدان أرواح. الأعداد الكبيرة اللي نزحت سواء كان في جنوب السودان وغيرها من المناطق، احنا نتكلم اليوم عن حاجة شديدة في الخرطوم، في الجزيرة، في مناطق المعابر مع مصر، المعابر مع تشاد، الحدود جنوب السودان وغرب السودان، وبالتالي الأعداد في تزايد وبشكل كبير وبشكل متسارع. حقيقة يعني أنا أعتقد أن إحنا اليوم يجب أن نتكلم على قضايا أساسية، الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف هذا الصراع أو إيجاد هدنة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والتخفيف. إذا كان هناك صعوبة في استقبال اللاجئين في دول الجوار، إذا إحنا نتكلم على أعداد نازحين ضخمة في الداخل السوداني، يجب أيضا أن نفكر فيهم، ماذا سوف يقدم لهم، كيف سيتم التعامل معهم. وهذا يعني نعتقد أن الشعب السوداني خلال السنوات الماضية، مثل ما ذكرت الدكتور هاني، هو كان دائما في مساعدة الناس، كان دائما معطاهم، كان دائما يستقبل اللاجئين في بلده ويحتضنهم. فبالتالي هذا المجتمع وهذا البلد لديه أمانة في أعناقنا فيما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدة الممكنة له. وأتمنى أن مع نهاية هذا الندوة أن يكون هناك خارطة طريق، أن يكون هناك خطوات مستقبلية، ليس فقط أن احنا أثرنا مشكلات وصعوبات وتحديات ومن ثم رجعنا نواجهها في الميدان دون إيجاد حلول لها. وشكرا جزيلا لكم جميعا. جزاكم الله خير دكتور محمد، اخونا محمد الغمدي، في الالتزام بالوقت وطول عمرك، يعني فضلك وخيرك علينا، جزاكم الله خير. المتحدث بعد كده هو استاذنا علي الابراهيم، نائب رئيس الشبكه الاقليميه للمسؤوليه الاجتماعيه في قطر. تفضل يا استاذ علي. دكتور علي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور هاني البنا على الدعوة وعلى هذا الجهد الذي بذلته بمساعدة من يعني قدم مساعدة لتشكيل هذا التحالف وأيضا لإقامة هذا المنتدى. إن شاء الله أيضا في عجالة سوف أتطرق إلى بعض الأمور المهمة والتي أيضا نحن في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ماذا يمكن أن نساعد. سأقدم بهذه القصة. قبل أشهر قليلة كنت في السودان لتقديم برنامج تدريبي حول موضوع إدارة الأزمات والكوارث في المؤسسة، تخيل يعني. وكان البرنامج يشارك فيه فسيفساء التنوع السوداني، تنوع عرقي وتنوع ديني، وقابلت خلال الزيارة العديد من الشخصيات التي كنت أعرفها من قبل أو التي عرفتها خلال الزيارة. طبعا جاءت هذه الزيارة والمشاركة في السودان بعد انقطاع امتد لسنوات بسبب الأوضاع السياسية التي حدثت في السودان. كما زرت خلال
هذه الزيارة كانت فقط قبل أشهر قليلة العديد من المؤسسات الرسمية والأكاديمية، وكان الانطباع عندي يعني في مجمله بأن السودان بخير بالرغم من بعض ما كان يعانيه من تحديات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو نحوه، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك وللأسف. بالتأكيد أن التحديات السياسية والاقتصادية كان لها تأثير كبير على الوضع الإنساني، والذي كانت واحدة من مخرجات هذه الحالة الصعبة التي يتعرض لها أهلنا في السودان من جراء هذا الاحتراب ما بين فرقه المتنوعة. وعليه فالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من المؤسسات الدولية المهنية المعنية ببناء القدرات، ولديها العديد من المراكز المتخصصة والتي منها مركز دولي للدبلوماسية الإنسانية. ووجدنا حالة الاحتراب التي تم تبنيها من كلا الأطراف في هذا الصراع الدائر الآن في السودان، والذي خلف وللأسف الكثير من التبعات الإنسانية، وأصبح تبني ممارسات الدبلوماسية الإنسانية أمر لا بد منه في سبيل الحفاظ على الإنسان السوداني ومكتسباته، وكذلك الحفاظ على السودان بمجمله يعني السودان الكبير، والحد من توسع هذا الصراع إلى مناطق أوسع وإلى دول أيضا مجاورة لا قدر. وسأختم بهذه ببعض المساهمات التي يمكن أن نقدمها من خلال الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. نحن على استعداد لتقديم ثلاث مساهمات رئيسة تتناسب مع يعني ما نقوم به من أدوار. أولاً الترويج حقيقة لمفهوم الدبلوماسية الإنسانية عبر برامج بناء قدرات، عبر ملتقيات ومؤتمرات متخصصة في مجال الدبلوماسية الإنسانية، وعندنا من الخبراء حقيقة الذين يمتلكون هذه الخبرة ويمكن أن يروجوا لها. الأمر الآخر، الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تمتلك قاعدة بيانات واسعة حقيقة سواء في المنطقة العربية أو حتى في خارجها بما فيها السودان. فالسودان بالنسبة لنا منطقة عمليات منذ سنوات عديدة، ويمكن أن نوظف هذه القاعدة، قاعدة البيانات التي نمتلكها، للترويج إلى الممارسات الصحيحة في التعامل مع مثل هذه الأزمات أو التعريف بهذه الأزمة الإنسانية وتبعاتها، وحث حقيقة المجتمع المستهدف من الرسائل التي نريد أن نرسلها من خلال هذا التحالف للتعاطف والتفاعل الإيجابي مع الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في السودان. الأمر الثالث، وهو ربما أمر مهم، الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في كل عام عندها مؤتمرها المعني بالجهات المانحة، ومن حسن الطالع بأن المؤتمر القادم، مؤتمر الجهات المانحة السابع الذي ستنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية برعاية معالي الدكتور عبد الله المعتو رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، سيكون في 25 من شهر مايو الجاري بإذن الله، سيقام في بلد الإنسانية في دولة الكويت بإذن الله. ويمكن أن نخصص يعني نافذة في هذا المؤتمر للتحالف يعني ممثليه للمشاركة والتعريف بالأزمة الإنسانية، وماذا يمكن أن تقدم الجهات المانحة لدعم هذه يعني هذه الممارسات وهذه الجهود التي تقومون بها، وهي نافذة مهمة. المشاركات حتى الآن تمثل العديد حقيقة من المنظمات، فهناك مشاركات من منظمة الأمم المتحدة وبعض وكالاتها المتخصصة، ومن منظمة التعاون الإسلامي ومن رابطة العالم الإسلامي، وأيضا من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. فهناك حقيقة يعني تنوع ممتاز سيشارك في هذا المحفل العلمي الذي سيقام إن شاء الله في الكويت في 25 من شهر مايو، وهي مساحة مهمة نخصصها بإذن الله، أو سنخصص نافذة خلالها للتعريف بالأزمة الإنسانية في السودان. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير دكتور علي أوغستو أبيانت، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. ننتقل إلى متحدث الأستاذ نبيل التركيت دي العمليات بمنظمة جمعية العون المباشر بالكويت، الآن أكثر من 30 مكتب في داخل القارة الأفريقية، ومكتب أيضا في اليمن كذلك. تفضل يا أستاذ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أخوة، ونشكر كل من ساهم في هذا المنتدى، وبارك الله فيكم إن شاء الله، وسدد الله خطاكم ووفقكم لما يحب ويرضى، والإنقاذ للأمة الإسلامية أجمعين. حقيقة يعني من سبق وأن تكلم كفى ووفى، وأنا أشيد بالأخ المتكلم الأخير على يعني مبادرة الهيئة الإسلامية في هذا المنتدى القادم إن شاء الله في 25 مايو، ولا شك سنشارك فيه ونعلن عن مساهمتنا هنا وهناك، بأن العون مباشر ستساهم بمليوني دولار من حيث المبدأ، إلى أن يعني نحدد ونرى ماذا ممكن أن نقدم أكثر وكيف نقدم، حتى يعني نسد شيء بسيط من حاجة إخواننا في السودان، وإلى ذلك اللقاء إن شاء الله. إلا أني يعني فعلا قلق جدا من ناحية إيصال المساعدات إلى الداخل السوداني، حيث لا بنوك ولا يعني أمن ولا أمان لإرسال المساعدات، فإن كان في هناك يعني أحد يستطيع أن يوفر هذه الأشياء فحبذا أن تطرح هذه الأفكار حتى يعني نزيد من التعاون في هذا المجال، لأن فعلا يصعب جدا علينا إيصال المساعدات إلى الداخل. إلا اللهم يعني دولة الكويت مشكورة يعني أبدت بإرسال طائرات، وإن كان فيها صعوبة إلى بورت سودان، بورت سودان كيف تنتقل إلى المستشفيات يعني ربما صعب جدا، ولكن الحاجة كثيرة وماسة، لكن الإمكانيات علينا إحنا يعني صعبة حقيقة. فإن كان في هناك جهة لديها الإمكانيات لإيصال هذه المساعدات، إحنا ممكن نوصلها بالطائرات إلى بورت سودان أو بالبحر إلى بورت سودان، أما ما بعد ذلك فحقيقة يصعب علينا نحن. أتمنى أن نسمع يعني شيء ممكن إيصال تلك المساعدات، وجزاكم الله خيرا، ونشكركم على إتاحة الفرصة للعون المباشر بما يستطيعون إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم يا أخوان. شكرا للأستاذ نبيل تركي، وشكرا للتبرع الجديد منكم، وشكرا لمسيرة الدكتور عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه التي استمرت لعشرات السنين، وأنتم تكملونها إن شاء الله من أجل خدمة الإنسانية. المتحدث بعد الأستاذ نبيل التركيت يا فاطمة، سعادة السفير عطاء المنان بخيت الأمين العام المساعد السابق شؤون الإنسانية في نظام التعاون الإسلامي، تفضل يا سعادة السفير. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود بدأ أن أشكر الدكتور هاني وفريق المبادرة على هذه الدعوة الكريمة، والتي تؤكد حرصهم واهتمامهم بقضايا السودان، كما أشكر المنظمات الدولية والإسلامية والوطنية التي شاركت اليوم. هذه المشاركة هي تأكيد لاستشعاركم لمسؤولياتكم الإنسانية تجاه السودان وشعبي. لا أتكلم اليوم باسم منظمة التعاون الإسلامي، وإن كنت فخورا بإنشاء المؤسسة المنظمة القسم الإنساني فيها، ولكن أتحدث كمراقب ومهتم وناشط في العمل الإنساني في السودان وفي العالم الإسلامي كله. وأود في حديثي هذا أن أشير إلى أبعاد جديدة للصراع الدائر في السودان، ولا بعض الملاحظات التي قد تكون مفيدة لمنظماتنا الإنسانية وهي تتدخل في العملية الإنسانية في السودان. السودان يحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم وسندتكم في هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخه المعاصر، ولكن بدءا دعونا نحيي ونثمن روح التكافل والتعاضد التي بدأت في المجتمع السوداني،
اللي تحدث عنها الاخ استاذ خالد، هجره ونزوح عدد كبير من الناس، هؤلاء مروا بالريف السوداني وعلى عشرات بل مئات الكيلومترات، تم استقبالهم من اهل الريف بما عندهم من القليل تقاسموه معهم، وهم فرحون فخورون بهم جدا. ونلحظ انا بفخر كبير كيف يتقاسم الناس في الخرطوم في احيائها المختلفه ما عندهم من القليل، اذا كان من طعام او شراب او دواء او كساء، مع جيرانهم وعاهليهم، بل حتى مع المعتدين الذين تصوروا منازلهم عنوه. هذه قيمه مهمه من قيم المجتمع السوداني، ارجو نضعها على الهامش لان سنحتاج اليها في مستقبل حديثنا. هذه الازمه هي ازمه محليه بدون شك، ولكن ازمه لها تداعيات، لها تداعيات كبيره. هذه الازمه لها تداعيات دوليه ولها تداعيات اقليميه يجب أن ننظر إليها بشكل واضح. السودان وصل إلى مرحلة طويلة هو عبارة عن واحة استقرار في إقليم مضطرب، من اليمن إلى ليبيا إلى الصومال إلى جنوب السودان إلى أفريقيا الوسطى إلى تشاد. هذه الحدوة، حدوة الحصان، ظلت مضطربة وظل السودان هو عنصر الاستقرار فيها. لا شك أن انهيار منظومة الدولة والاستقرار في السودان سيؤثر على هذا الإقليم بشكل واضح جدا، ونسأل الله أن لا يكون ذلك. لذلك هذه الأزمة تحتاج إلى حركة كبيرة منا. هذا التأثير إذا حدث في السودان سيؤثر على حركة الهجرة، هجرة البشر غير الشرعية، ويؤثر في انتشار الجريمة المنظمة وانتشار السلاح في إقليم مضطرب جدا من سنوات، هو إقليم الساحل الإفريقي. ولعل الذين يدرسون جغرافيا السياسية للساحل الإفريقي يدركون ما أقول. ولذلك هذه الأزمة تحتاج إلى تحرك سريع وكبير ومنسق منا جميعا من منظماتنا حتى نستطيع أن نتجاوزها بأسرع فرصة إن شاء الله. لا شك أن منظماتكم ومعظم منظمات العمل الإنساني الدولية والإسلامية لها تجربة طويلة في السودان، ولكن هذه الأزمة مختلفة. هذه الأزمة مختلفة لأن الأزمات الماضية ضربت الأطراف أو ما نسميه نحن السودان الهامش، ولكن هذه الأزمة ضربت المركز مباشرة. هي مهمة لأنه كانت الدولة في الماضي عندما تواجه تمردا في الأطراف يستطيع المركز أن يتحرك لمساعدة الأطراف، ولكن الآن تواجه تمردا في المركز نفسه، ولذلك طبيعة الدعم للمركز تختلف، ظروفه تختلف. هو يقدم في ظروف معقدة لمجتمع مختلف ومجتمع نقاد ومجتمع ذو أولويات وطبيعة مختلفة. لذلك هذه التجربة تحتاج منا جميعا إلى التعاون والتكاتف وتبادل المعلومات ما بيننا حتى نديرها بالشكل الذي ينبغي أن تدار به. لمواجهة هذا الواقع علينا جميعا كمنظمات أن نستصحب قضايا ودروس مهمة جدا، هي الدروس التالية: منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية أرجو أن لا تكرروا تجربة العام 1989 والمعروفة والمسمى بعملية شريان الحياة Lifeline Sudan، حيث تنازلت الدولة مضطرة لأول مرة في التاريخ العمل الإنساني عن جزء من سيادتها لصالح المنظمات. لقد كانت تجربة شريان الحياة ملأة بالمخالفات والتجاوزات، والتي لن تسمح بها الدولة السودانية ولا المجتمع السوداني الآن، ولا أعتقد أن المنظمات الملتزمة بمبادئ العمل الإنساني الدولي ستقدم على ذلك. علينا أن نستفيد من تجربة لايفلاين السودان في جوانبها الإدارية وجوانبها العملياتية، حتى لا يكون العون الإنساني أداة سياسية مرة أخرى. أما بالنسبة للمنظمات الوطنية السودانية والتي كانت في الفترات الماضية قليلة العدد والعدة ومحدودة التجربة، الآن تطورت هذه المنظومة الإنسانية الوطنية كثيراً وتعدت تجربتها حدود السودان. يجب أن تكون هذه المنظومة الآن شريكاً أساسياً في تقديم العون في المرحلة القادمة. أما المنظمات العربية والإسلامية والتي قدمت تجربة وضيئة في الصومال في العام 2011 كما ظلت منظمة التعاون الإسلامي في دارفور حتى العام 2017، فقد أصبحت هذه المنظمات قادرة ولها إمكانيات فنية ومادية كبيرة للتدخل بكفاءة، وعليها أن تلعب دوراً أكبر في الشراكة مع المنظمات الدولية مستفيدة من الترحاب المجتمعي
الذي تحصى به هذه المنظمات. على هذه المنظمات جميعا أن تنسق مع الأجهزة الرسمية في الدولة. هذه الأجهزة اكتسبت تجربة واسعة وتدري تماما ما هي الأولويات. علينا أن نقدم الدعم حسب أولويات المجتمع التي تقدمها مؤسسات الدولة. وأشير إلى أهمية هذا الموضوع لأنني الآن ألاحظ طلائع المساعدات التي بدأت تصل إلى السودان، مما يؤكد أننا يجب أن نقدم الدعم الذي يريده البلد والذي يريده المواطن والذي تريده المجتمعات المحتاجة. أخيرا كما قلت بدءا، علينا أن نحترم قيم المجتمع السوداني الأصيلة في التكافل والتآزر، ولا نحطم هذه القيم بل نبني عليها، لأنها ستساعد المنظومة المحلية وتساعد المنظومة الوطنية وتساعد المنظومة الدولية والمنظومة الإسلامية. أخيرا ندعو الله أن تنتهي مفاوضات جدة إلى نتائج طيبة تساعد تقييم الأدب الوطنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لكل من فقدنا في الأيام السالفة، ونسأل الله الشفاء العاجل للمرضى والمصابين. حفظ الله السودان وأهله وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. شكرا سعادة السفير، جزاكم الله خير. أبينت وأوجست، جزاكم الله خير. الكلمة الآن للدكتور محمد صلاح مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر الإخوة القائمين على هذا التحالف على رأسهم الدكتور هاني والفريق التابع له، ونشكر أيضا الإخوة والأخوات الحضور لهذا النداء. طبعا الهلال الأحمر القطري، بداية لن نتحدث عن الوضع الإنساني الحالي، فقد تحدث عن أخواني السابقين المتحدثين، ولكن سأتكلم عن دور الهلال الأحمر السوداني وما قام به حتى الآن من خلال الفريق الميداني الموجود في السودان. طبعا الهلال الأحمر القطري متواجد من فترة طويلة في الخرطوم، ويعمل من خلال فريقه المتواجد في السودان في مختلف المناطق. بداية قام الهلال الأحمر القطري بتفعيل مركز معلومات للحصول على آخر المستجدات حول النزاع. طبعا الهلال الأحمر القطري يعمل من خلال المكتبة، وأيضا بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني ومفوضية العون الإنساني، وأيضا بالتنسيق مع عدد من الشركاء المتواجدين في الميدان. راح أتكلم على التدخلات اللي قام بها الهلال الأحمر القطري مباشرة حتى الآن. طبعا الهلال بداية خصص $1 مليون كمرحلة أولى لتنفيذ التدخل الإغاثي السريع، والحمد لله كان من خلال هذا التدخل وأيضا بالشراكة مع الهلال الكويتي أنفقنا تقريبا $260,000 لتوزيع مواد غذائية على في مراكز الإيواء للإخوة النازحين المناطق خارج الخرطوم مثل ود مدني والحصحيصة والرفاعة والكمين، وأيضا تم توزيع مواد اللي هي وجبات غذائية جاهزة سريعة للمتواجدين في بورت سودان واللي نزحوا أيضا من مناطق النزاع والقتال إلى بورت سودان. كان أيضا هناك توزيعات قام بها الهلال الأحمر القطري. طبعا من خلال الجسر الجوي اللي وجه به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وتسير رحلات إغاثية إلى السودان، إلى الآن وصلت 3 طائرات. كان للهلال الأحمر القطري نصيب كبير فيها، تم إرسال تقريبا 8 طن من المواد الصحية والأدوية إلى بورت سودان. إن شاء الله بإذن الله سيتم إيصالها بالشكل المناسب إلى المناطق وإلى المستشفيات المتضررة والتي هي بحاجة كبيرة. وكما تعلمون الوضع الصحي يمكن هو من أكبر القطاعات اللي تأثرت بشكل كبير من هذه الأزمة. وأيضا أيضا من خلال الشحنات التي وصلت إلى السودان عن طريق هذا الجسر، تم إرسال آلاف من سلال النظافة الشخصية أيضا للنازحين. أيضا كان في عدد كبير من السلال الغذائية اللي تم توفيرها، وسيتم إن شاء الله خلال الفترة القادمة أيضا إرسال عدد من أو أطنان إن شاء الله بإذن الله من المساعدات الإغاثية التي نأمل إن شاء الله بإذن الله أنها تصل إلى مستحقيها
وتصل في الوقت المناسب حقيقة، لأن الوضع كما تعلمون جميعا الوضع أصبح سيء جدا. الوضع يعني وصل إلى مرحلة الكارثة الكبيرة اللي أصبح البعض لا يجد حتى الأكل والقوت. فإن شاء الله بإذن الله نسعى خلال الفترة هذه أن احنا نوفر هذه المساعدات بالشكل السريع. وعندنا أيضا طبعا خطة لما بعد المرحلة الأولى ولما بعد الإغاثة، وهي الريكفري أو المرحلة الثانية، سيتم إن شاء الله من خلالها التنسيق مع شركائنا لمدهم بالإسعافات الأولية كالسيارات، أيضا دعم المستشفيات والمراكز الصحية بما تحتاجه من مستلزمات وأدوات طبية. في الختام ما راح أطيل إن شاء الله، عندنا فقط عدد من الرسائل الإنسانية تتمنى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار وأنها تصل صراحة للمستهدفين من هذه الرسائل. ندعو أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني، ونؤكد أنها ملزمة بحماية المدنيين والمرافق المدنية واحترام شارة الحركة الدولية والامتناع عن استخدام المفرط للقوة، والتأكيد على أهمية حماية الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى، وضرورة إتاحة الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، والامتناع عن تدمير الممتلكات المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمحطات الكهربائية وغيرها من المنشآت الأساسية. كما ندعو الأطراف المتحاربة للتعاون مع المنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتأثرين بالنزاع، وأيضا ندعو المنظمات الإنسانية ضرورة العمل على زيادة التعاون وتحسين التنسيق من خلال تبادل المعلومات والخبرات والموارد بشكل أفضل وتفادي التداخل في الجهود الإنسانية، وضرورة التركيز أيضا على دعم القدرات المحلية وإعطائها الدور القيادي في تحديد أولويات الاحتياجات وتصميم التدخلات بناء على المعطيات على الأرض، والعمل بشكل متكامل لتحديد الأولويات في الاستجابة الإنسانية. كما نؤكد أخيرا على المتبرعين والمانحين بأن الحاجة كبيرة، وهناك حاجة كبيرة إلى المساعدة الإنسانية، وأن كل مساهمة بالتأكيد ستحدث فرقا كبيرا في حياة الأشخاص والمتضررين. شكرا جزيلا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح، أكرمكم الله، وشكرا جهود بجهة الهلال الأحمر القطري لا فقط في السودان لكن في العالم أيضا. كلمة الأستاذ خالد الملا من جمعية الرحمة العالمية في الكويت، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد متى رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. إن كان من بداية وشيء شكر للمنتدى الإسلامي وشكر لجميع الحاضرين، وأبدي بكلمتي بكلمة الدكتور هاني بخصوص السودان. كما يقول الشافعي، الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة. فهو واجب علينا حقيقة مساعدة هذا البلد المعطاء والشعب أخواننا الشعب السوداني، وليس فيه فضل ولا منه، لكن يعني مبادرة الدكتور هاني في المنتدى في التداعي لهذا الوضع الإنساني الخطير يشكر عليه، وبإذن الله عز وجل الكل يؤدي ما يستطيع يعني لإخوانه في السودان. أنا أحب أنوه حقيقة يعني على نقطة أساسية، يعني قاعد نتكلم على في موضوع الاحتياجات وغيره، لكن أنوه على نقطة أساسية لفتت انتباهنا، وهذه نقطة إيجابية نستطيع أن يعني نستغلها، الترابط والتكافل في المجتمع السوداني بتوفير المأوى لإعاشة الكثير من الأسر التي نزحت من مقرها الرئيسي، وخاصة يعني في الخرطوم ودارفور وكذا اللي طلعوا. يعني كان للشعب السوداني حقيقة يعني أثر في المساعدة معاهم، وإحنا لمسناها من خلال مكتبنا جمعية الرعاية في السودان. بادر الكثير من التجار والميسورين الحال إلى استعدادهم لتوفير ما عندهم من مواد وغيره، وخاصة يعني في انقطاع التحويلات المالية حاليا، في استعدادهم للمساعدة للشعب السوداني، فجزاهم الله كل خير. أنا أحب أنوه إلى أساسيات لابد أن نلتفت لها يعني في الاحتياج، وخاصة يعني أنا أتكلم في الخرطوم، خرجت معظم مستشفيات في العاصمة، كذلك مراكز الخدمات الصحية المتخصصة مثل غسيل الكلى وغيرها، خرجت عن الخدمة بسبب يعني عدم يعني توفر وصعوبة عمل الطاقم الصحي، كما توقفت جميع المعامل الصحية.
لعدم إمكانية الحصول على المواد اللازمة وكذلك الأدوية، عدم قدرة الطاقات الطبية على مزاولة الأعمال الإسعافية داخل السودان، تعطلت خدمات المياه والكهرباء في أجزاء كبيرة من العاصمة، إغلاق جميع الأسواق والمتاجر في العاصمة مما تسبب في عدم قدرة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم، توقفت حركة المواصلات بولاية الخرطوم إلا في إطار ضيق محدود، كذلك عدم توفر الوقود يعني في الداخل. هذه احتياجات أساسية نراها، يعني لابد أن نلتفت لها. أنا أحب أنوه، يمكن إخواني ذكروا في قضية الإغاثة والقود وغيرها، لكن لابد أن نرسم خارطة طريق فيما بعد بإذن الله عز وجل انتهاء الحرب أو حدوث هدنة طويل. أنا أحب أركز على بعض النقاط الأساسية اللي لابد أن نستعد لها.